نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من القصيم، وباعثتها إحدى أخواتنا من هناك. تقول صاد عين نون: أختنا عرضنا جمعا من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء تسأل فضيلتكم وتقول: لدي قيمة ذهب تصل إلى 1800 ريال، فهل فيها زكاة وما مقدارها، مع أنني لا أستعمل ذلك الذهب وتمر السنين وأنا لا ألبسه؟ جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. إنه إذا بلغ الذهب مقدار النصاب وهو 20 مثقالا، وبالجنيه السعودي 13.5 جنيه، الجنيه، فإنه تجب فيه الزكاة. إذا كان متخذا للقنية فإنه تجب فيه الزكاة بإجماع أهل العلم، لأنه مال زكوي وقد أعد للقنية والتمول لا لللباس والزينة، ففيه الزكاة من غير خلاف. ومقدار الزكاة ربع العشر. ونعيد النصاب بالجنيه السعودي، فنقول إذا بلغ 11 جنيها ونصف الجنيه فإنه يبلغ النصاب، 11 جنيها ونصف الجنيه يبلغ النصاب وفيه الزكاة كما سبق. وما زاد فهو بحسابه. ما ذكرته السائلة من أنه مر عليها سنين وهي محتفظة بهذا الذهب ولم تؤدي زكاته وهو يبلغ النصاب، فإنها قد أخطأت في ذلك، ويجب عليها أن تحصي السنين وأن تخرج زكاتها، لأنها دين في ذمتها. نعم.